حسن أزعم رئيس جمعية المدينة للأعمال الاجتماعية. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. بعملة سالة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسالة نعلن استئناف القافلة الطبية للأسنان في نسختها الثالثة لفائدة نزلاء تلاميذ مؤسسة الإمام الطبري الابتدائية بحي مولاي إسماعيل بمقاطعة بطانة. هذه القافلة التي تبدأ لطيلة الأسبوع بأكمله حتى يستفيد كل التلاميذ البالغ عددهم 1000 تلميذ من كل المستويات. ونقدم الشكر والشكر الجزيل لقسم العمل الاجتماعي الذي يوجه ويواكب كل أعمال الجمعية حتى نبلغ إلى الهدف المسطر له والمنشود له. ولا يفوتني أن أشكر الطاقم الطبي والإداري للمركز طب الأسنان ببطانة الذي يشرف في هذه اللحظات على عملية العلاج والمعاينة لكل الأطفال كل على حدة. كما كنشكر كل الأصدقاء الجمعويين والمسؤولين بمقاطعة بطانة بينهم على رأسهم السي صلاح الدين بن الحسن اللي كيشرفنا في هذه اللحظة وكيواكبنا وكيواكب العمل الجمعية. نشكر الأخت وفاء رئيسة العلاقات الخارجية للجمعية ونشكر الأخ رشيد بليندا اللي كيعمل على التغطية الإعلامية باحترافية. كنشكروا جزيل الشكر كنشكروا جميع الاخوان اللي غيلتحقوا بنا الجمعويين لان بلغ العلم ديالهم ان هذا النشاط غادي يمتد لواحد الاسبوع والحمد لله انتم كتشوفوا الاجواء طلقات على احسن ما يرام. ونتمنوا ان شاء الله من هنا نهار الجمعه تكون المسائل يعني كشي اللي سطرنا ليه وصلنا ليه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد وفاء لطات نائبة رئيس مقاطعة بطانة وممثلة مجلس المقاطعة رئيسة جمعية الوفاء للتنمية ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية لجمعية المدينة للأعمال الاجتماعية. في إطار الشراكة التي تجمع جمعية المدينة للأعمال الاجتماعية بعمالة سلا والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسلا ومؤسسة الإمام الطبري حي مولاي إسماعيل مقاطعة بطانة نعلن عن انطلاق القافلة الطبية لطب الأسنان التي ستمتد لأسبوع من الآن وستستهدف تلاميذ المؤسسة بمختلف مستوياتها. تشمل هذه القافلة تشخيص الوضع الصحي للأسنان. بالصدد نشكر جميع الجهات والأطراف المساهمة في إنجاح هذه القافلة، الطاقم الطبي ومدير مركز طب الأسنان بطانة الدكتور بن شقرون، جمعية المدينة للأعمال الاجتماعية في شخص رئيسها حسن أزعوم، قسم العمل الاجتماعي المشرف على هذا المشروع التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أقدم بالشكر الجزيل لجريدة إفادة على تغطية هذا الحدث والإعلامي الكبير والصديق رشيد بليندا على المواكبة ديالنا في الأحداث كلها إن شاء الله، وغتستمروا معنا هذا الأسبوع كامل وهو اللي غادي يشرف على التغطية لمدة الأسبوع. وإن شاء الله غيكون الجديد غدا مع رؤساء جمعيات ومع مجموعة من النخب. السلام عليكم، صلاح الدين بن الحسن فاعل جمعوي ومستشار مقاطعة بطانة. حضورنا اليوم في هذه القافلة الطبية المنظمة من طرف جمعية المدينة للأعمال الاجتماعية والتي تشمل عملية تشخيص ومتابعة العلاج لفائدة تلاميذ مؤسسة الإمام الطبري الابتدائية بحي مولاي إسماعيل بسالة تابعة لمقاطعة بطانة. نشكر كذلك كل الساهرين على هذا النشاط ونشكر الطاقم الطبي والاستقبال الحار لأطر هذه المؤسسة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد.